خطفت جبهة النصر أبناءهن فرفضن فض الاعتصام إلى حين إعادتهم. هذا ما يجري في مدينة الرقة. جبهة النصرة أحد التنظيمات الناشطة في قتال النظام السوري اليوم تمارس أحكامها وتوقف أبناء المدينة تحت غطاء تهم مخالفة للشرع تبدأ عند العلاقة المحرمة ولا تنتهي عند التدخين. من أربعة أيام أجد داهمتنا الجبهة، والله على أيام النظام ما أجتنا المداهمة. الشارع كله الطوق والدوشكا وال هذول كل المقلعين. معظم المعتقلين هم أفراد من الجيش الحر، وهو ما ولد حالة غليان في أحياء الرقة. وين الأعلام؟ والله حرام. اليوم في جهة جديدة هي عم تاخذ، العالم. هاي الخلافات خلافات الأيديولوجية ما يطلعوها عليها على ثورة السورية. هاي الثورة هي أشرف من أي أيديولوجية احنا بدنا نطلعوها عليها. أهالي الرقة ومدن أخرى رصدوا تجاوزات جبهة النصرة بحق الأهالي وفق ما ينقله ناشطون. تطور الأمر إلى معارضة سلمية لتحكم الجبهة ببعض الأحياء والبلدات في الأرياف. جبهة النصرة هي فصيل مسلح التحق بتنظيم القاعدة، دخلت عناصره مطلع العام الماضي إلى سوريا وأعلن تبعيته للقاعدة مطلع العام الجاري، حيث عزى التأخر لفتاوى تحض على عدم إخافة المجتمع. أواخر العام الماضي تبدلت استراتيجية الجبهة من توسيعة جبهات القتال إلى إدارة المواقع المسيطر عليها وضمان تطبيق أنظمة إسلامية وفق منهجها الفكري، مستفيدة من انشغال الجيش الحر بمعارك حمص وحلب الأخيرة. وفي الأشهر الماضية أوكلت مجموعات مسلحة أخرى قتال النظام في مواقع جديدة تحت رايتها. أرقام جبهة النصرة غير واضحة سوى من تسريبات إعلامية غربية تتحدث عن 4000 مقاتل مقابل نحو 50000 ينضوون تحت راية الجيش الحر. محمد دغمش، العربية.